الجمعية الوطنية، وقد تناول اللقاء مختلف المواضيع المتعلقة بتعزيز العلاقات بين البلدين. وزيرة الشباب والرياضة تمثل سيدة البلاد الأولى في الحفل الختامي لمهرجان سمح الثقافي الذي شاركت فيه بعض الدول الأفريقية. المناسبة كانت بحضور بعض من أعضاء الحكومة والدبلوماسي. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لكم العرض الرئيسي لهذا المساء، وقبل أن أبدأ ننوه بأننا نستضيف اليوم السيد ريام عبد الله الأمين العام للفيدرالية التشادية لكرة السلة. مساء الخير السيد ريام. سوف يكون الحوار حول مشاركة تشاد في خوض تصفيات كأس العالم لكرة السلة. بعد زيارة عمل دامت أسبوعا كاملا، أنهى رئيس برلمان جمهورية إفريقيا الوسطى عبد الكريم ميكاساو الذي جاء إلى البلاد بدعوة من نظير رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبدي، أنهى هذه الزيارة بلقائه مساء أمس بفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو بقصر بوركينا. وقد تباحث طرفان مجمل القضايا المتعلقة بتعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات كافة. الحبيب حامد محمد. تعميق التعاون في مختلف المجالات والوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى هو بيت القصيد من المقابلة التي جمعت فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إدنو مساء أمس مع السيد عبد الكريم ميكاساو رئيس برلمان جمهورية أفريقيا الوسطى. وتأتي هذه المقابلة بعد عدة أيام قضاها السيد ميكاساو هنا في العاصمة أنجمينا، وعقد عدة جلسات عمل مع نظيره الدكتور هارون كبادي رئيس الجمعية الوطنية. المقابلة التي حضرها الدكتور كبادي والبروفيسور تشيمو ليون النائب الثاني لبرلمان أفريقيا الوسطى ورئيس مجموعة الصداقة التشادية الوسط أفريقية، حملت لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو تقارير وتوصيات جلسات عمل التعاون المشترك التي جمعت الجمعيتين التشادية والوسط أفريقية. وسمحت المقابلة أيضا لسيد عبد الكريم ميكاساو لينقل لفخامته تقدير وعرفان شعب جمهورية أفريقيا الوسطى وبرلمانها على ما بذلته تشاد في تحقيق الأمن والسلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، وبتدخل شخصي من فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الذي لعب دور الوساطة في تثبيت دعم الديمقراطية ومتابعة المرحلة الانتقالية التي وصلت بدورها إلى جمع شمل الفرقاء هناك، وتكوين دولة ذات طابع مؤسساتي بحكومة انتخبها الشعب في جمهورية أفريقيا الوسطى. وقال السيد عبد الكريم: أنا ممنون جدا لجهود الرئيس إدريس ديبي إتنو التي يبذلها في تحقيق الأمن والسلام في بلدي وعدد من الدول الأفريقية. ونقل رئيس برلمان جمهورية أفريقيا الوسطى أيضا لفخامته شكر وتقدير عرفان رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى السيد أركانش تيودورا، وحمل أيضا رسالة شفوية فحواها تعميق العلاقات بين الجارتين الشقيقتين. وعقب خروجه من المقابلة، أكد رئيس برلمان جمهورية أفريقيا الوسطى بأن العلاقات بين الجمعيتين تسير بخطى ثابتة وتعمل عن كثب عبر مجموعة الصداقة على تفعيل كل الاتفاقيات الموقعة في مختلف المجالات. وأكد أيضا بأن برلمان جمهورية أفريقيا الوسطى وبرلمان تشاد عملا أيضا برامج مشتركة تحمل في طياتها استراتيجيات طويلة المدى من أجل رفع التحديات في مختلف المجالات أبرزها القضايا الأمنية والسلام. وقدم شكره لتشاد حكوما وشعبا على أيوائها الآلاف اللاجئين من جمهورية أفريقيا الوسطى في أراضيها.